بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا سعيد جدا بوجودي في بيت فاطمة. أشكر السيد الوالي وأشكر جميع السلطات تعبتنا على الاستضافة تاعكم والاستقبال تاعكم. أنا كذلك سعيد جدا بوجودي في هذا المصنع، أولا في تركيب هذا النوع من السيارات، ونزيد نأكد الهدف نتاعنا مش تركيب سيارات ولكن صناعة سيارات. نبداو بالتركيب وتدريجيا نمشي إلى الصناعة، إلى جميع المكونات نتاع السيارات، وهذه كذلك تدفعنا إلى خلق صناعات أخرى وجديدة من عندنا، كما الزجاج اللي يخلوه في السيارات، ولا الكيمياء كما السبق في السيارات، ولا أنواع البلاستيك اللي يخلوه في حاجة تشرف كثير ككل جزائري تشرفوا. حبينا برك تعطينا بعض المعلومات وبعض عن هذا المصنع اللي نتمناو له يعني عمر طويل. الله يقول لك، الفكره الاولى جات في البدايه، جات من حوالي 25 سنه اللي كنت نفكر في هذا الدومين تاع الاوتوموبيل. كنا نفكر بريميرمون في لا كوميرسياليزاسيون دو الاوتوموبيل، وين كنا في الزمان اللي فاتوا ريبريزونتون تاع كوميرسياليزاسيون دو الاوتوموبيل. العلامات تعدى، ما كانتش علامه واحده اللي من بينها كانت المرسيدس بنز، كانت روند روفر اللي راهم حاضرين هنا معنا، وكانت فولكس فاجن. اللي الحمد لله يعني بنينا صنعه لاباس بها. بدينا نديرو في الفورماسيون تاعنا مع لي زالمون، اشاك فوا كون جو بار اون الماني نحب نروح نشوف المصانع، وكان واحد الاحساس يتحرك في الداخل نتاعي، بوركوا نو با افوار اون ايزين كوم سا اون الجيري، بوركوا. ومن بعد بدات الفكره ظهر لنا باللي يمكن التجسيد نتاعها هنا، يعني الفكره مش ولدت اليوم، الفكره جات بعد سنين عديده، بعد اعوام كبيره وانا نفكر فيها. فكنت كل ما نشوف تكنولوجيا عاليه كل ما نفكر نقول بوكوا با افوار سيت تكنولوجيا اون اجي بوكوا با. ومن بعد بدينا كما كنت نقول لكم لامبورتاسيون دو فيكيل اونتيير، لامبورتاسيون دو فيكيل كامل. قلنا لو كان ما يكونش الاوت كام ما نجيبوش. فحتى في صناعه السيارات لو كان ما لقيناش ان اسوسي سوليد افيكاس كي تري كوني مونديالمون، موا سكو جو لابيل لو جيون مونديال، لو جيون مونديال اللي قبل بعد محاولات عديده باش يكون بارتنر تاعنا، بيان سور اللي دروك راهو يقول اللي فيال ils sont fiers d'être associés avec nous. Vrai dominant. Donc ça, bien sûr, je pose la question à notre... Celui-là, c'est le directeur responsable de projet en Algérie. C'est lui le directeur. Boumar Tchoufihan, et bien lequel nous sommes refus. Même quand on a demandé Bachir Bzoulibas Khas Ziyara, auquel nous parlons de l'Ibas Ta'na Al-Adi, هو اللي البروتوكولات، هذوما البروتوكولات نتاعنا في العمل تاعنا. دونك حنا الدين تاعنا يكون العمل عباده. شوف كيفاش راهم يطبقوا العمل عباده. ورانا نمشيو معاهم، اتفقنا معاهم يا صدر الكونترا دو بارتناريا باش نكون فابريكي لا موتوريزاسيون اون الجي. هذه في مرحله. سا سار بون تري بيان. اون فا لي زيكسبورتي. Les pièces de rechange qui vont être produites en Algérie, qui vont être produites en Algérie en partenariat avec des marques de la première montre qui vont les ramener en bas ou dehors, telles que TRW. Je l'ai annoncé, elle va être bientôt en Algérie. Elle va être bientôt en Algérie. Quelle est la chose que vous avez en image des produits?
تحكي لنا على السياره كيفاش تكون سلسله التصنيع تاعها؟ قلنا بلي كان ازيد من 3000 قطعه يتم تركيبها في هذا المصنع. عطينا فكره على عمليه التركيب. عندنا تقريبا 3789 قطعه اللي لازم تركب. كي نقول 3789 معناها سياره راكم تشوف فيها تجي شاصي مين. ومنها على مده قصيره ما عادش نجيبوا شاصي، يعني راح نوليو نجيبوا قطع تاع الحديد. واذا كان قدروا يوفروا لنا لهنا المؤسسات الوطنيه اللي راهي في الجزائر تقدر توفر لنا الحديد نتاع لاكاليتي هذه، اون فا با امبورتي الحديد، اون فا يوتيليزي الحديد نتاعنا هنا بيان سور افيك لي غيوتين افيك لي بليوز افيك لي مول اي افيك لا لين دو سوداج كون فا امبورتي بيانتو. لا لين دو سوداج لا لين دو بانتور سي اون لين روبوتيزي، لان هنا الانتربونسيون تاع لاتر هومان اللي تري ديفيسيل هنا لو كان ما تكونش سي دي مول دونك لا ليون كان ما تكونش روبوتيزي سي با فاسيل دو لا ميتيليزي. بيان سور اون لين روبوتيزي لي كاباسيتي تاعها تاع مناصب الشغل في ازيد من 2800 منصب، هذا في لاليون تاع السوداج، وازيد من 1300 منصب في لاليون دو فانتو. دونك احنا لو ريف نتاعنا الحلم نتاعنا الحلم الاكبر نتاعنا ان نوصلوا معدل والله الرقم تاع يد عامله اللي يتعدى 100000، وان شاء الله نوصلوا. من بين الخطوط العريضه هذا المصنع هو تركيب سياره يعني اقل سعر في الجزائر، يعني احكي لنا عن هذا. هي بشرى خير المستهلك الجزائري يقدر يشتري سياره ربما تصل الى مليون دينار بعد الاكزونيراسيون تاع الضريبه. هذه السياره هذه في دول اخرى راهي تسوى اكثر من 2,300,000 الدينار الجزائري تاعنا. احنا بفضل افيك بيان سور نيغوسياسيون بيان سور نيغوسياسيون اللي كبار بزاف افيك نوتر بارتنير وصلنا باش يعطيونا ان بري ريدوي بزاف ونقدروا احنا نبيعوا للمستهلك الجزائري بسعر منخفض. السعر الحقيقي تاع السياره هذه لو بري ريال سي با لو بري ريال لا ديفان سي با سوبر ريال. الديفان عندها ان اوتر بري خلاص. باغ اكزومبل اون ايجيبت راهي تتباع بالقيمه نتاعها بالدينار الجزائري 230 مليون. الان راهي تتباع في الاسواق نتاع المصريات 230 مليون. احنا عندنا نبيعوها ب 125 مليون تقريبا نص السعر نتاعها. وهذا بيان سور بفضل القياده الحكيمه نتاع المؤسسه نتاعنا اللي تنيغوسي مليح باش جابت ان بري اللي ما بغيناش حنا نلعبوا في جيابنا، بغينا باش يستفاد منه المستهلك الجزائري. كل ما نجيبوا ان بري ناقص كل ما نعطيوه المستهلك الجزائري هو اللي يستفاد. من بين اهداف ايضا الجزائر هي التصديع وبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط. احكي لنا على التجربه راح تنطلق على الطريق. احنا التجربه هذه اللي فكرنا فيها اكسبورتاسيون فيغ بريميرمون فيغ لا زون فيغ لافريك فيغ لا زون مينا للتبادل العربي الحر، لان فكرنا انا في يوتيوب لقينا باللي يدفعوا جمركه تاع مينيموم 32% 32% ويدفعوا تي في ا الثاني تاع 19%، دونك لا فالور تاع الطوموبيل تاع السياره تطلع ب 51%. كي نبيعوا لهم احنا سياره مصنعه محليا راح يكون عندهم اعفاء من هذا الجمارك. كي يكون عندهم اعفاء راح يكونوا رابحين. كي نديو احنا بورسنتاج دو 25% من الشيء اللي كان اعفاء يبقوا دائما هما رابحين، دائما راح يديروا 26%. دونك بوركوا على واش ريفيزيو ما كانش واحد راح يرفض الربح، كل الناس تفتش على الربح لان هذه عمليه تجاريه. فكي ناقشنا معهم الفكره يعني كانت ترحيب كبير وراك تشوف فيهم الفرحه تاعهم، جاوا حتى لعندنا باش يحضروا معنا لينوغيراسيون. المشاريع في المستقبل القريب في 2019 ما هي المشاريع يعني؟ المشاريع في المستقبل القريب اون اون تران دو نيغوسي افيك اون مارك اون اوتر مارك انترناسيونال اللي اون ا اي ان بري كونترا اون فا با انونسي مينون افون كون تيرمين. راح يكون ثاني ان شاء الله تصنيع ماركات اخرى اللي هي ماركات بحال هذه الماركه هذه عالميه وراح نجيبوها من قاره قرى. يعطيك الصحه الحسن، تبارك الله.